الفرق بين can و can't. أولا can تعني يستطيع، وتستخدم للتعبير عن القدرة للقيام بفعل شيء ما، مثل محمد يستطيع الكتابة، صالح يستطيع القراءة، هبة تستطيع القيادة. ثانيا cannot تعني لا يستطيع، وتستخدم لنفي التعبير عن القدرة بالقيام بفعل شيء ما، مثل محمد لا يستطيع الكتابة، صالح لا يستطيع القراءة، هبة لا تستطيع القيادة. أمثلة على can: Muhammad can drive the car to school. Muhammad can drive the car to school. محمد يستطيع قيادة السيارة إلى المدرسة. Hiba can speak English very well. Hiba can speak English very well. هبة تستطيع التحدث الإنجليزية بطلاقة. They can go to Riyadh next week. They can go to Riyadh next week. هم يستطيعون الذهاب إلى الرياض الأسبوع القادم. We can win the match tomorrow. We can win the match tomorrow. نحن نستطيع الفوز في المباراة غدا. You can learn English online. You can learn English online. أنت تستطيع تعلم اللغة الإنجليزية أونلاين. He can cook very good rice. He can cook very good rice. هو يستطيع طبخ الأرز جيدا. أمثلة على cannot: He cannot read in English. He cannot read in English. هو لا يستطيع القراءة بالإنجليزية. She cannot go to Saudi Arabia. She cannot go to Saudi Arabia. هي لا تستطيع الذهاب إلى السعودية. We cannot speak English. We cannot speak English. نحن لا نستطيع تحدث اللغة الإنجليزية. They can't sleep in my room. They can't sleep in my room. هم لا يستطيعون النوم في غرفتي. Muhammad can't write in English. Muhammad can't write in English. محمد لا يستطيع الكتابة باللغة الإنجليزية. You can't eat my apple. You can't eat my apple. أنت لا تستطيع أكل تفاحتي.